10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. سلام وجلدة الحنفية عليكم جميعا جميع المشاهدين والمستمعين، ولا يبدأ الكلام كما نعلم إلا بحمد الجلدة، فإن الحمد للجلدة نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالحنفية من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الصنبور فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الجلدة وحده لا شريك له، نحمده في الأولين ونحمده في الآخرين ونحمده في الملأ الأعلى إلى يوم البسين. أما بعد، سلام وجلدة الحنفية عليكم مرة أخرى، سلام وجلدة الحنفية على أبينا الأسقف الأنبا جليبيب وبين الأسقف الأنبا ياسر وجميع أبانا الأساقفة المجتمعين معنا في هذا اليوم المقدس، ومرحبا بكم في هذا المقطع من قصة النبي إسماعيل، نبي الله إسماعيل. مبدئيا كده اليهود والمسيحيين لم يعتبروا إسماعيل نبي، الإسلام بس هو اللي قال عن إسماعيل إن هو نبي. قصة إسماعيل في القرآن هنشوفها دلوقتي. طب القصة الإسلامية جت منين؟ هيقول لنا أبينا الأسقف الأنبا جليبيب، وهنتتبع في هذه الحلقة زي ما تعودنا دايما، هنشوف القصة الإسلامية من مصادرها، وبعد كده هنقارنها بالقصة المسيحية المعترف بها، وبعد كده هنشوفها من الفولكلور اليهودي كما تعودنا، يعني لأن ده في اعتقادنا الشخصي هذه القصة الأساسية اللي تم دبلجاتها وفبركاتها عشان خاطر تتظبط في شكل معين عشان تتقدم في دين في كل دين تقدمها بالشكل اللي هو عايز يقدمه فيه. اتفضل أبينا الأسقف الأنبا جليبيب، رحب بالناس وننطلق على طول الى على بركه الجلده في هذه الحلقه المباركه. اتفضل أبينا الأسقف. تحياتي نبينا وتحياتي للشبح جندي المجهول دايما في الكواليس، وتحياتي لكل الساده المشاهدين كلهم باسمه ورسمه. وبعد قصة نبي الله إسماعيل، أنا الصراحة متشوق جدا أعرف يعني أصول الرجل ده جاي منين، الكلام اللي هنشوفه في The Book of Jasher، ومتشوق جدا لأن أسمع القصة دي، لأن أنا فعلا القصة دي زي ما هنشوف هي ملخبطة في الإسلام، لخبطة ما بعدها لخبطة، هو ذكر الرجل ده في القرآن وحتى في الأحاديث يعني ضعيف لدرجة مرعبة جدا، ولكن يعني كل اللي عندنا في الإسلام عن الرجل ده هو مجرد استنتاجات وأقوال لابن عباس مثلا أو أقوال لحد تاني زي ما هنشوف. فعايزين نعرف أصول القصة دي جهت منين وليه هو بقى نبي من عند رب، يعني ما هي القصة؟ تفضل يا نبينا وسير على بركة الجلد. توكلنا على الجلد. أولا هنشوف القرآن كما تعودنا، يعني أن احنا عندنا دلوقتي المسلمين ليسوا على كلمة واحدة، في جزء اللي هم أهل السنة والحماقة دول عندهم القصص بتاعتهم والمصادر بتاعتهم، وفي لكن بيطلع واحد تاني من الإخوة المسلمين يعني المعتدلين بقى والمعتزلة ولا القرآنيين ولا الناس دي، يقول لك لا انا الكلام ده ما يخصنيش، انا يخصني القرآن. فهنقرا القصة من القرآن عشان نشوف احنا فهمنا ايه. توكلنا على بركة الجلد. القصة وردت في القرآن في ثلاث صور، كل صورة تقريبا كان فيها آية او آيتين، فزي ما احنا شايفين كده، مش عارف الشير سكرين باين ولا لا. أول حاجة سورة البقرة، والقصة كالآتي: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. ده بداية القصة، إحنا آمنا بالله وما آمنا إلى ما أنزل إلى الأسماء دي بما فيهم إسماعيل، فكده هو بيوحي إن في حاجة أنزلت إلى إسماعيل. إيه هي الحاجة دي؟ وما أوتي موسى، نط بقى على طول من يعقوب والأسباط إلى موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكم. أي كلام يعني لهذه الكلمة؟ فسيكفيكهم الله. ماشي يعني كده، يعني وهو السميع العليم. اتفضل أبينا الأسقف، يعني ايه احنا اتعلمنا ايه عن اسماعيل في هذه الآية العظيمة؟
نقول آمنا بما أنزل الله وعلى إبراهيم وإسماعيل. لكن ما فيش أي حق إيه اللي نزل على إسماعيل يعني، وإيه اللي نزل على إبراهيم يعني؟ ما ممكن يكون نزل عليهم شوية مطر مثلا أو براز الطيور يعني، ممكن يعني بأي حاجة يعني تآمن باللي نزل عليهم. ماشي، يعني احنا مؤمنين بحاجه هي نزلت عليهم، ايه هي الحاجه دي؟ ما فيش فكره. ولو هم بيؤمنوا بنفس الحاجه اللي نزلت عليهم فهم كده يبقى ايه، الناس حلوه. فاحنا نسال الناس يعني، انت مؤمن بما انزل على اسماعيل؟ انا راح اساله، هل انت مؤمن بما انزل على اسماعيل زي ما انا مؤمن؟ مش المفروض اقول له ايه هو اللي انزل على اسماعيل، ولا هو انت بس كلمه السر في حاجه انزلت على اسماعيل؟ اه احنا انت مؤمن بيها، اه بس انت كده حلو. مش يمكن هو مؤمن بحاجة أنزلت على إسماعيل غير الحاجة اللي أنت مؤمن بيها؟ ما إيه هو ما أنزل على إسماعيل؟ ماشي، ده كده بداية القصة. الآية اللي بعد السورة اللي بعدها سورة مريم، واذكر في الكتاب إسماعيل. طب خلاص كده بقى اللي هو إيه، زي ما قال لك واذكر في الكتاب إبراهيم، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. لا والله دي القصة، كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وعد إيه يعني؟ مين اللي وعده؟ ولا هو وعد مين؟ ولا يا أبي لزق نبينا؟ ممكن معلش اعمل مداخله مستفزه دلوقتي، يقول لك انت امنت على امنت باسماعيل ماشي، واللي نزل على اسماعيل طب ايه هو عشان امن بيه يا نجم؟ ما هو كده. يمكن انا مؤمن ان في حاجه نزلت على اسماعيل غير اللي انت مؤمن بيها. هي ايه اللي نزلت اصلا عشان امن بيها ولا ما امنش بيها؟ مش تقول لي ايه هو اللي نزل؟ طب ما هو المسيحيين واليهود مؤمنين بابراهيم، لكن ايه ما هو، ما هل انت مؤمن باللي انزل على ابراهيم؟ هم ما يعني عندهم حاجات تانية انزلت على ابراهيم مختلفه. أيوة عن هي ايه يا فندم؟ المسيحيين إيه؟ عندهم، اه بصراحه اليهود عندهم حاجات انزلت على ابراهيم، مش كتب بس، وعود وكلمات يعني واوامر يعني زي عهد الختان. هل الكلام ده موجود في القران؟ اه انا مؤمن بابراهيم واللي انزل عليه، خلاص ان انا بقيت كويس كده يعني. وكان يأمر أهله بالصلاة، دي أول حاجة بقى بيعملها يعني، أخيرا لقينا حاجة الراجل ده بيعمل، بيأمر أهله بالصلاة. أنهي صلاة؟ أبين الله أذكر في لما أقول إيه رأيك في والزكاة، وكان عندها عند ربيه مرضية. صلاة إيه اللي كان إسماعيل بيأمر أهله بيها؟ طيب هو عند أهل السنة والجماعة نبينا الموضوع فيه شوية معقد شوية، لأن شايف يعني الكلام اللي مكتوب ده كلام فارغ. انا قبل ما ندخل في السنه، انا يعني يعني دلوقتي انا هني هذا القسم، وانت بقى ايه قول لنا القصه بقى، لانها مفيش قصه. لكن في القران ايه هي الصلاه اللي هي يعني ما احنا ما نعرفش صلاته كانت عامله ازاي، بس عارفين انه كان بيحج مثلا، انه العرب فضل عندهم من العقيده الاسماعيليه الابراهيميه الحلوه الظريفه اللطيفه شويه طقوس وبتاع زي الحج. العرب كانوا بيحجوا وكانوا حاطين صنم على الصفا وصنم على المروة، ويعني منهم كان شوية ايه بيطوفوا، وشوية الباقيين ما كانوش بيطوفوا بس كانوا بيروحوا يجروا ما بين الجبلين، وشوية ما كانوش بيجروا بين الجبلين كانوا بيروحوا يعملوا مش عارف ايه. وكان في مثلا بني مخزوم وكانوا بيقفوا على جبل عرفاء كده يعني. فواضح انه كان بيحج يعني، احنا عارفين على الاقل متوقعين كده انه يعني يمكن، لانه الحج كان فيه منه طقوس يعني. قال ايه بقى، مش محمد مثلا واخد طقوس الحج دي من العرب؟ لا، ده العرب هم اللي خدوها من اسماعيل ومحمد رجع صححها وعدل. انما بيصلي ازاي دي بعلم علمك الصراحه. بس هو مكتوب هنا في القران ان هو كان يامر اهله بالصلاه كمان يعني، مش بيصلي بس، ده كان كمان بيامر اهله بالصلاه اللي هي ايه، كانوا بيروحوا الكنيسه سوا كده. احنا يعني ايه، مش حاوي، احنا ما عملناش حاجه، احنا بنقرا الكلام اللي في القران، وطبعا كله على مدى استفهام، اي حاجه مفهومه. اللي بعدها بقى دي طويله شويه يعني، ودي بين الاسقف لما جوليف لفت نظري للحاجه فيها امبارح، بس برضه انا عندي عليها تساؤل. فبشرناه بغلام حليم اللي هو ابراهيم يعني، فلما بلغ معه السعي قال يا ابني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا هو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. وتكملت الآية إنه بعد كده إبراهيم جاب إسحاق،
فابينا الاسقف لما بقول ايه قال لي ان ده كده استنتاج ان هذا الولد اللي فدي بالذبح العظيم هو اسماعيل، لان اسحاق لم يكن يولد بعد. لكن انا عندي تساؤل هنا، ما هو قاعد في الايات كلها هنا عمال يقول لنا اسماعيل، اشمعنى دي ما قالش فيها اسماعيل؟ يعني اشمعنى اللي هو ايه بغلام؟ هل ابراهيم كان عنده اسماعيل بس؟ مش يمكن جاب عيل تاني واحنا ما نعرفش؟ يمكن كان اي حد بحسب صفة التكوين. مثلا ابراهيم كان عنده 6 عيال تاني غير الجزء العيال دول، فمين يعني؟ يعني انا واحد، ليه قصر لسانك عن ان انت تقول اسماعيل؟ يعني لا غلام وبتاع وقال وعمل، ما انت عمال هنا اذكر في الكتاب اسماعيل وكان اسماعيل وعمل اسماعيل وما انزل على اسماعيل، لما جيت في الحتة المهمة دي ما قلتش اسماعيل ليه؟ اتفضل ابين الاذكر، انا اتوقف عن الشير هنا، وتفضل بقى ايه علق لنا على الايه دي او على التساؤل ده، واتحفنا بقى بقصه اسماعيل من السنه. طيب هي الايه دي يعني بينا تكملتها وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين. فالبشرى باسحاق جت بعد قصه بقى الذبح والمش عارف ايه، ف من الواضح انه اللي كان هيتذبح ده اسماعيل، وده مجرد يعني مفيش حاجه اكيد. ولكن ليه بقى اسماعيل هو مش حد من بقيه الخمس عيال التانيين او السته؟ ان احنا برضو احنا عندنا في اختلاف، هم ابراهيم كان عنده 7 عيال كله على بعضه كده بشاكب راكب، ولا كان عنده 8 بس؟ ايه 8 ولا 7 حاجه؟ 8. لا احنا عندنا في شويه قالوا 7 الصراحه، في واحد من عندكم احنا يعني ناقص. طيب الفيلم ده بقى ليه اسماعيل مهم في الـ في الـ في القهر اللي احنا هنقوله ده؟ لانه اسماعيل ابو نبي محمد. اسحاق بقى جه من ذريته كل الهردبكش وبني اسرائيل ولا ومش عارف مين كل الهيصة دي، الفيلم ده كله لحد موسى ولحد عيسى كمان، دول كلهم جايين من ناحية اسحاق. ولكن احنا عندنا الموضوع مختلف شوية. ليه؟ لان النبي محمد مش جاي من نسل اسحاق، المفروض انه جاي من نسل اسماعيل. طيب هو ما ينفعش يجي من حتة تانية؟ والله اول كده بدأ زبد. لا وما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ عشان عندنا مثلا في سورة الحديد ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. يبقى لازم يجي من ذرية إبراهيم. هو كل نبي بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم. ده ما فيهاش هزار يعني. دي مكتوبة زي ما هي مكتوبة كده. وجعلنا في ذريتهما، يعني الكوكب ده كله، كل الأنبياء اللي على الكوكب النهاردة او النهارده ايه يعني لحد محمد كانوا من ذريه ابراهيم. اللي في الصين بقى واللي في الهند واللي في كوريا الجنوبيه واللي في امريكا الشماليه واللي في اي حته، كل دول من ذريه ابراهيم بعد نوح طبعا. فهنا ذريه ابراهيم واضح انها محتاجه شويه. فاسحاق جاب بقى الايه الهيصه للناحيه الثانيه، واسماعيل ما جابش اي حاجه، لانه العرب فضلت على العقيده الاسماعيليه الحلوه الظريفه اللطيفه دي. ولسه كنا نقول انه حتى الحج كانوا بيحجوا، كان عندهم حج في البتاع، لحد ما كانت خزاعه الاول هي اللي مسيطره على مكه قبل قريش. كانت هي زعماء مكه او سكان مكه كانوا من خزاعه مش من قريش، لحد ما راح واحد منهم اسمه عمرو بن لحيم. ده راح، في بقى ناس بتقول لك راح جده، اللي هو برضه ما جده دي من ارض العرب بس يعني اوكي، وبيقول لك العرب ما كانوش مشركين ولا حاجه. وفي ناس بتقول انه راح الشام، يعني ايا مكان الحته اللي راحها لقى اصنام وشويه تماثيل وبتاع، فقال لهم الله حلوه دي بتعملوا بيها ايه؟ قالوا بنعمل بيها كذا كذا. طب هاتوا، راح حطوهم هناك، الناس انبسطت بيهم وقعدت تعبدهم، والقصه دي يعني فضلت ماشيه كده. والبقية شوية بقى العرب اتبعوا أبناء إسحاق، الرسالات اللي نزلت على أبناء إسحاق من الإيه؟ اليهودية والمسيحية وما إلى ذلك. والدليل على ده إنه النبي محمد مثلا طول عمره ما سجد لصنم،
هو طول عمره مؤمن. فمؤمن ليه؟ لأنه كان لسه العقيدة الإبراهيمية أو الإسماعيلية بمعنى أصح لسه موجودة في أرض العرب. فده السبب إن ما طلعش من إسماعيل، من أولاد إسماعيل أنبياء لحد محمد. لحد محمد مفيش أنبياء غيره، هو النبي الوحيد. سؤال يعني، هل الراجل ده اللي هو هيأتي من الناس اللي هو أعظم نبي، هو لازم النبي يبقى لوكل؟ يعني ما ينفعش النبي يجي ويدعت لقوم تاني، ولا لازم يبقى حاجة لوكل يعني في نفس المكان؟ ده المكان المقدس، ده المكان الأقدس، ده في بيت الله يعني البيت الحرام، ده اللي بناه الملائكة. يعني هو بيطلع من نسل إسماعيل ويبعتوا القوم من تاني، يعني هو نبي برضو، ما هو جاي من نسل النبوة، بس يبعتوا للأقوام بتوع الأقوام بتوع التماثيل والحاجات دي والآلهة التانية. ما هو إشمعنى عمل كده مع إسحاق؟ عمل إيه مع إسحاق؟ خلى من نسله أنبياء طلعوا للأقوام التانية. ماشي، والنبي بقى اللي جه من نسل إسماعيل، لأنه إسماعيل هو الكبير عندنا، ما وهو اللي مش عارف ايه، هو الكل في الكل يعني في الفيلم ده. فاللي طلع من نسله ما طلعش لأقوام تانية، طلع كافة للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس مبشرا ومنذرا. فهنا هنا قايم الفيلم كله على القصة دي، على الحكاية دي، إنه الراجل ده من نسل إسماعيل. مين هو إسماعيل؟ طب خلينا نشوف مثلا في حاجة مهمة تانية قبل ما تبدأ بالنص. القرآن مركز جدا مع أولاد إسحاق، مع إنهم مش مهمين، هم أساسا جايين لبني إسرائيل. تلاقي طول القرآن ذكر ليه بقى إسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى، ومركز قوي مع الفرع ده في العيلة، مع إن الفرع ده مش المهم. الفرع المهم هو الفرع الثاني بتاع إسماعيل، ده متناسب تماما. حتى قصة إسماعيل ما نعرفهاش في القرآن ولا في الحديث، بس ماشي. طب إيه الحكمة يعني ده أعظم الأنبياء المفروض، يعني أعظم من أنبياء بني إسرائيل، فنسيبه كده ونقعد مركزين مع العيلة التانية دي اللي هي مش مهمة، اللي هي في الآخر السنة هيحرفوا كتبهم ويخربوا الدنيا وبتاع. طب لازمته إيه؟ ما كنا ركزنا مع إسماعيل وأولاد إسماعيل. حتى قول لنا إيه قصة إسماعيل، بلاش أولاده، طالما الناس دي مؤمنين ومش محتاجين أنبياء من بعده. طب هو كان نبي لمين لما هم مش محتاجين أنبياء من بعده؟ هو كان نبي لمين أصلا؟ طب قول لنا قصته، يعني عرفنا هو عمل إيه، إيه الرسالة اللي قالها، إيه الحاجة اللي أنزلت عليه. قالك مثلا ان عيسى انزل عليه الانجيل، بغض النظر عن فكرته عن الانجيل دي ايه، بس قال لك ايه الحاجه اللي انزلت عليه. لكن لما يقعد يقول لك اسماعيل انزل على، وما انزل على اسماعيل، ايه هو اللي انزل على اسماعيل؟ مفيش اي مسلم تسائل التساؤلات دي قبل كده؟ هو كل اللي نزل على الانبياء هو الاسلام، بما فيهم عيسى بالمناسبه. ده كل حاجه نزلت على اي نبي في الدنيا يعني هو الاسلام. الاسلام ان تسلم لله. الاسلام ان تسلم لله وتسلم وجهك لله وتسلم بالقضاء والقدر وكل الحاجات دي. عشان كده كان بيسال السؤال الاستنكاري اللي هو انتوا فاكرين ان ابراهيم واسحاق ويعقوب والاسباط دول كانوا هودا او نصارى؟ بالظبط. كانوا مسلمين. ويعمل لهم كده، عارف انت. طيب انطلق بقى بركه الجلد كده واحكي لنا قصه اسماعيل اللي انت جمعتها، يعني لان انا فتحت شويه مواقع كده شفت حاجات عجيبه جدا يعني. طيب خلينا نبتدي بالحديث ده. والحديث ده ده في صحيح البخاري. يا جلابيبي يا جلابيبي. اوكي كنترول. اوكي كنترول والصليب. ايوه حلو كده يا مولانا. عسليه ده يفتح الجلد يفتح عليك يا شلبيبي، اتفضل. طيب الحديث ده اخوانا موقع الامام ابن باز، شروح الكتاب رياض الصالحين. اوكي رقم الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء ابراهيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عمل ايه؟ قال. الحديث ده مين اللي قاله؟ ابن عباس مش النبي. الحديث ده مش مرفوع للنبي، فابن عباس هو اللي بيحكي لنا الحكايه.
بيقول لنا قد جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأم إسماعيل وابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم، حتى قريبة حطهم عند البيت في الكعبة في مكة قريب من زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هناك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء شوية بلح وشوية مية وسابهم ومشي. ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. قالت له الله أمرك بذلك؟ هو مرته تانية اللي أمرته بذلك، بس يعني إيه هو بيعتبرها الله ولا الله أعلم. قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى مش عارف ايه راح في 60 داهية. الحديث طويل جدا. حتى اذا كان عند الثانية حيث لا يرونه استقبل بوجه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات، فرفع يديه فقال ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع حتى بلغ يشكرون. سورة إبراهيم الآية 37. وجعلت ام اسماعيل ترضع اسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، جعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، يعني إيه يتلبط دي؟ أوكي. فانطلق يحط مرم يعني. فانطلقت كراهية غصب عنها أن تنظر إليه خايفة ما تبص عليه وهو بيتلبط. وجد الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل من أحد مش عارف إيه الكلام ده. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ذراعها ثم سعت سعي الإنسان المجهول حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظر. طب ده كله كلام ابن عباس، ده مش كلام النبي. طب ابن عباس جايب الكلام ده منين؟ القصة بقى يعني القصة بقيت الحديث القصة معروفة جدا. خلينا نشوف شرح الحديث بيقول عليها ايه الشيخ اللهم صل وبعد. في هذا الحديث فيه قصة هجرة إبراهيم بأم إسماعيل إلى مكة المكرمة، وكانت أم إسماعيل جارية وهبها له ملك مصر اللي هو مين ما نعرف، واستولدها عليه اسمه ملك مصر. كان مش مشكلة يعني، ما اصل مصر دي كانت خمتين برضو. والملك بتاع مصر بل احنا ما نعرفوش ده، قال لابراهيم خد الجاريه دي. طب ابراهيم عمل ايه بقى؟ استولدها عليه الصلاه والسلام. استولدها ايه؟ استولدها دي يعني استولدها مش هينفع نشرحها دي والله، عيب تعمل لنا سترايك. اوكي. فاستولدها عليه الصلاه والسلام فجاءت باسماعيل وجاء بها من الشام. هو الرجل كان من دهاله في مصر. أوكي. جاء بها من الشام ومعها ابنها الصغير إسماعيل، وكان وضع معها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء بأمر الله تعالى. ثم ولى فسألته كيف تتركنا هنا؟ الله أمرك بهذا؟ قال له ربنا اللي أمرني كده. قالت له خلاص يبقى ربنا ما يضيعناش، يعني ما دام أمرك أمرك سبحانه فإنه لن يضيع عباده وأولياء. فعند ذلك كده ربنا قال لك كده ده. ده والله خلاص انا تسيبنا انا فسيبنا في الصحراء دي بقى ومش انت اتكل على الله يا اخويا خد اول اتوبيس اكيد معك. ربنا مش هيضيعنا يعني ما يصحش، فسيبنا في الهم ده واتكل على الله. المهم جدا في القصه دي كلها انها يعني طلعت الصفا والمروه تتلمس لعلها تجد احدا حتى سمعت صوتا فقالت إن كان عندك غواث فأغثنا، وهو صوت جبريل عليه السلام. فحفر بعقبه، جبريل بيحفر أوكي، فحفر بعقبه محل زمزم فجاش الماء وجعلت تحت. يعني ما نقر زي الفراخ كده فجبريل. وجعلت تكتم الماء في سقائها وزال عنها الخوف والشده واخبرها. طب دل الميه فين هياكلوا ايه؟ هياكلوا ميه ولا هيتصرفوا ازاي؟ المهم يعني
فهنا اسماعيل دي بدايه القصيده كفر كده، وبدايه القصيده بيحكيها لنا السيد الاستاذ ابن عباس، ما بيحكيها لناش النبي عن مين. لا هو عن مين ما قالولناش في البتاع، ولكن هو ابن عباس كان بيروي عن مين. سمع من خلط ابن عباس. ابن عباس بيروي عن كعب الاحبار وقولا واحدا ما فيهاش هزار يعني، وكعب الاحبار من يهود اليمن اللي دخل الاسلام بعد كده، الله اعلم دخل الاسلام اصلا ولا لا، المهم يعني، ولكن كان بيحدث بحديث بني اسرائيل، والنبي قال لهم يعني ما حديث بني اسرائيل لا تكذبوهم ولا تصدقوهم، اللي هو نعمل فيهم ايه؟ ما تكذبهمش وما تصدقهم. يعني قالوا يعني الله اعلم، ولكن يجوز يعني قصص اللي رواها كعب الاحبار بتتقال على المنابر في الجوامع عادي جدا. يا عم الحاج، هو قصه اسماعيل دي قصه بني اسرائيل؟ ده قصة جدك انت سعادتك. خد بالك جد حتى بيختلف ايه؟ هو المفروض انه اسماعيل هو ابو العرب، ولكن ده مش حقيقي لسبب انه بعد الفيلم ده وبعد ما امه بقى ما مش عارف ايه وجبريل نزل حفر لها المية، الناس شافت الطير فوق المنطقة دي فقالوا انه خلاص كده في المكان ده واضح ان في مية، فجوم عليه فاستأذنوها فانهم يقعدوا يعني ويشربوا من الماء، يعني اذنت لهم وبقوا جيران بقوا عايشين مع بعض. بعد ما خلصوا بقى الفيلم ده وكبروا بكبر بقى اسماعيل ومش عارف ايه، اتجوز منهم اسمه بني جموم تقريبا، جهموم حاجه كده. فهنا ازاي بقى كل العرب من نسل اسماعيل؟ ده ما ينفعش، مش منطقي. فعلى القصة دي جمهور العلماء على انه هم العرب كنعان مش كنعان، قحطان وعدنان. فجمهور العلماء على ان عدنان من ذرية اسماعيل، الدين اللي منها النبي محمد، وقحطان مش من ذرية اسماعيل، قحطان من الناس اللي جه اسماعيل لقاهم موجودين اصلا. تمام، نص العرب من ذريه اسماعيل، ولكن عندنا خازوق تاني في النص كده برضو مش عارف هنعديه ازاي. انه النبي راح على جماعه من بني اسلم بيرموا بيلعبوا مع بعض كده وبيحدفوا بعض بالنبل وكلام من، فقال لهم ارموا بني اسلم فان اباكم اسماعيل كان راميه، واسلم من قحطان مش من عدنان، فعلا ازاي نتصرف ازاي دي؟ يمكن في تبادل انسال ولا حاجه. ما يعني اسلم من قحطان ما فيهاش هزار. والناحيه الثانيه بيقول لهم ارموا فان اباكم اسماعيل، فمعنى كده ان قحطان كمان من ذريه اسماعيل، وهم مش من ذريه اسماعيل، وهم مش من ذريه اسماعيل، فنعمل فيها ايه؟ ايوه بالظبط، الفكره انهم كانوا بيقولوا ابو الحاج اسماعيل ده ايه، لانه اتجوز منهم يعني هو يبقى ابيهم بالبتاع كده للام. زي ما بنقول على الحسن والحسين ابناء النبي، وهم مش ابناء، هم اولاد بنته، هم في الحقيقه اولاد علي بن ابي طالب، انما لان ده جدهم لامهم فبنقول يعني مجازا ان هم دول انه ايه ابوهم يعني، او كلام من التخريف ده. بس فالقصه بقى هتلاقي يعني قصه اسماعيل متجمعه تجميع اساتك كده، اللي هو ايه ده، ده قال لبني اسلم ان انتوا ابوك يبقى اسماعيل، فهنا بني اسلم من قحطان، عارف انت اللفه دي اللي هو مفيش حاجه واضحه ومفيش روايه واضحه عن النبي في موضوع اسماعيل، الروايات عن النبي في موضوع اسماعيل كلها لها علاقه بالحج، ده هو لا هو قامت بقى أمه عملت كذا وراحت تطوف بين الصفا والمروة والسعي والطواف والمش عارف ايه. طيب ليه قصة اسماعيل بغمضة الغموض ده كله محدش فاهم؟ طب هو واضح ان اسماعيل كان نبي، على مين؟ على نفسه. يعني برضو
يعني هو ده الرجل ده نبي على على ايه؟ على مين هو؟ لا وكان نبي ورسول برضو. نبي ورسول وغسول اسنان بعد الظهر. طيب الرجل ده ليه بقى خير؟ يعني هو مبعوث لمين اصلا؟ لانه في الاخر راح ترمى قاعد في الصحراء ما بيعملش اي حاجه وما فيش غير هم الايه الخيمتين اللي هم قعدوا جنب منه لما بقى في ميه في ميه زمزم وبئر زمزم. يا عمر اهله بالصلاه. مين بقى اهله؟ تلاقي وهنا قصه ابراهيم واسماعيل قصه غريبه غرابه مش يعني مش مفهومه. اللي هو المفروض انه بعد ما ملك مصر زي ما شفنا من شويه اداله الجاريه فاستولدها فخلف منها، اول ما خلفت والواد لسه بيرضع راح لما في الصحراء، فده ما ربهوش نبي يعني. طب ايه بصحه الدعاء؟ انه لان انا قريت الكلام ده في موقع من المواقع اللي بتحكي قصته، المواقع الاسلاميه بتقول ان ابراهيم واسماعيل هم اللي بنوا الكعبه، وبنوها بناء بطريقه ما فيش انسان يقدر يبنيها تاني في الحياه بالمنظر ده. هم اللي اعادوا بناء الكعبه. الكعبه اللي اتبنت اول مره بناها الملائكه اول مره. لا يا راجل. احنا مرنا على الملائكه هنسيبهم عطلانين كده. الملائكه هم اللي بنوا الكعبه اول مره. بعدين بقى لما الدنيا باظت وخربت جه اسماعيل وابراهيم بنوها تاني، اعادوا بناء. وابراهيم وهو بيبني الكعبه رجليه معلمه في علمت في حجر، فهيجري ابراهيم اللي هو كان بيبنيها وهو واقف ورجله علمت في الحجر. حجر موجود لحد النهارده بالمناسبه. بس كان طري شويه. حجر ابراهيم موجود لحد النهارده في كان اسفلت في الكعبه طري انت عارف. الفكره انه بناه وهو واقف على الحجر. يا اللي هو يعني ايه بناها كده بتاع مثلا ربع متر قدامه على ما قد ايد الطول. فدي الحكايه. الراجل ده ما ترباش على ايد نبي، يعني هو ابراهيم هو اللي خلفه اي نعم، ولكن هو ما ربوش وراح حطه في الصحراء وعاش مع العرب هناك ويعني كبر ومش عارف ايه، وهم اللي ربوه كبر وبنت عليه بقى ملامح النبوه واتجوز منهم. فابوه راح يزوره في مره فلقى ما مراته فتحت له قالت له والله ده الدنيا ما صعبه ومزنقه والحكايه والروايه القعده هنا حر، مثلا التكييفه كان عطلان اول امبارح الكلام ده. فقالت لها ماشي يا بنتي لما جوزك يجي بقولي له ايه ابوك بيقول لك غار عتبت بيت. فلما رجع قالت له كده فقام مطلقها وراح متجوز واحده غيرها. لما اتجوز واحده غيرها راح بقى ابوه يزوره تاني فقالت له والله ده كل حاجه تمام والحمد لله وما مش عارف ايه ويعني كله تمام اهلا وسهلا. قالت له ايه يا نهار اسود القصه دي مش حاجه جدا. قالت له اننا عندنا يعني الحمد لله شاربين ميه واكلين لحم النهار. يا فلذلك المكان الوحيد ابراهيم دعا لهم ودعا لها وخد بعضه ومشي وقال لها لما جوزك يجي قول له مش عارف ايه وثبت عتبه بيتك وكلام. حلوه العتبه دي. ابني عليها بقى. ابراهيم لما دعا لهم الدعوه الحلوه الرايقه دي ايه اللي حصل بقى؟ بقت مكة هي المكان الوحيد على الأرض اللي تقدر تعيش فيه بمية ولحمة بس، تكونش أي حاجة تانية. لا والله. تشرب مية وتاكل لحم بس، ده المكان الوحيد على الأرض بسبب دعوة إبراهيم. يعني لو أنت عايش في المكان ده تقدر تشرب مية وتاكل لحمة، لو عايش في مكان تاني ما تقدرش تشرب مية وتاكل لحمة. لا لو عشت في مكان تاني وشربت مية وكلت لحمة صحتك مش تبقى كويسة، هتتعب وتعيا إنما في المكان ده تبقى كويس. تاكل لحمه بس وتشرب ميه، يعني اللي هو بقى ما فيش لا خضار ولا ما ومش عارف ايه وما فيش مغنيسيوم والكلام ده ما تاكلش عيش صحتك هتبوظ في اي حته في الدنيا. انما هناك لا، ده المكان الوحيد اللي ينفع تعيش فيه بالشكل. وطبعا الكلام ده اثبته العلماء يعني. ده كلام مثبت، احنا نطلع لك الاعجاز العلمي دلوقتي هنا وتشوف الايه المساخر اللي بتاعته. طيب القصة الرجل ده كلها تقريبا متاخدة من كعب الأحبار، زي ما شفنا ابن عباس بيروي وما بيرويش عن النبي، بيروي من دماغه كده قصص من دماغه. فإحنا ما قد يكون سمعها النبي يعني بس متلخبط فيها، ما قالش إنه سمعها النبي قرر هو يحكي من نفسه. وقد يكون سمعها عن كعب الأحبار كالعادة يعني، لأنه الرجل بيعك كتير جدا وبينقل من كعب الأحبار كتير جدا، وأبو هريرة كمان نقل من كعب الأحبار، وكان يعني التابعين اللي بيروا الحديث عن ابو هريره
في وقائع كتير جدا. بيقول احنا كنا قاعدين مع ابو هريرة بيحدثنا بحديث رسول الله وحديث كعب الاحبار، وكنا بنقوم كده متلخبطين مش عارفين مين قال ايه. دخل اللي قاله النبي في اللي قاله كعب الاحبار، واللي قاله كعب الاحبار في اللي قاله النبي، والدنيا ماشيه يعني. طيب اخر حاجه انه الراجل ده بقى بعد ما راح وبتاعه الولايه قالت له بناكل لحمه ونشرب ميه، فدعا لها ومشي. راح ابراهيم، ده كل علاقته، دي كل قصته مع اسماعيل يعني. راح ابراهيم اختفى شويه كمان ورجع قال له تعالى ابدا اني ارى في المنام اسبحه. قال له سير على الله وشوف انت عايز تعمل ايه، والرقاب تسدد حرفيا. طب الكلام ده بقى قبل ما يرميه في الصحراء ولا بعد ما رماه في الصحراء؟ ما كان لسه بيرضع. هو رماه في الصحراء وهو بيرضع، ورجع خده من هناك قال له تعالى اذبحك. ورجع بقى خده من هناك قال له ما تيجي اما اذبحك. يعني انا بس الفكرة الناس اللي بسمعنا، انت تخيلوا كده اخوانا انه في اب يعني ده قدامك، انت شايف، انت تعرف حد كده مثلا، حد من عليك وحد جرانكو، ده اب، ده واحد بيتصرف كده انه ابنه اول ما يتولد ياخده ويروح يرميه في الصحراء، مش في الواحات حتى، لا في الصحراء بعيد عن اي حاجه، وشويه يروح يزوره فيقول له طلق مراتك، اللي هو ده انت يعني من يوم ما اتولدت لحد ما اتجوزت انت عملت لي ايه؟ انت فين؟ انت عايش في اخر الدنيا لوحدك انت ومراتك الثانيه، احنا هنهزر؟ طيب شويه ماشي طلق مراته، يروح يختفي ويرجع تعالى اما اذبحك. مصيبه دي. ماشي يا عم اتفضل اذبح. وشويه يروح يختفي ويرجع، ما تيجي اما نبني البيت. ايه المرمطه دي؟ ليه يا حبيبي نبني بيت؟ انا عايش في الصحراء طلعان عين اللي جابوني. فواضح يعني انتوا لو اب قدامكم بالمنظر ده حكمكم على ايه؟ ده هتقولوا يعني ده هتروحوا تبلغوا عنه البوليس، ولا تمسكوه انتوا تاكلوه زين اقلام، ولا هتتصرفوا معاه ازاي؟ يلا تاني حاجه اسماعيل، يعني ايه الطراوه دي؟ يعني اني ارى في المنام، ده اللي هو مش جالي ملك من السماء مثلا قال لي ايه ده؟ ده انا بتاع، مش ربنا كلمني زي ما ابراهيم كان ربنا بيجي له في البتاع السحابه، وابراهيم ده كان راجل معتوه قاعد طول النهار على البتاع كده يقول لهم الشمس دي حلو هذا ربي، ايه ده قفلت اني لا احب الافل، النجم ده حلو هذا ربي، فراجل معتوه يعني، راجل معتوه معتوه هربانه منه، فواحد بيتصرف بالشكل ده ابنه ليه بقى يسمح؟ يعني ليه كل حاجه تعالى نبني البيت ماشي، تعالى اذبحك ماشي، تعالى طلق مراتك ماشي، تعالى ترمي في صحن ماشي، يعني ليه؟ ايه الطراوه دي؟ وايه ايه القصه دي؟ القصه دي مش مفهوم. فاسف جدا والله اخوانا، هو ده اللي لقيته في المراجع الاسلاميه شويه. هي دي القصه، ما فيش تاني. اللي احنا ما فهمناش هي ايه اصلا، يعني اللي احنا ما فهمناش هي ايه، لدرجه ان انا فعلا يعني سمعت الشيخ، هو اهم لحيه في الكويت دلوقتي، محاضره بيتكلم فيها عن اسماعيل، قاعد يتكلم فيها من اشعياء. والله العظيم طلع يقرا من اشعياء، اللي هو بقى ده اللي مكتوب في كتب النصارى، ومشوا حالكم بقى يعني، خلي الدنيا تمشي. والله ده اللي الاناء. والله بالحرب بيتكلم من اشعياء فعلا. دبر نفسك بالقصه دي لحد اول الشهر. ما فيش يعني، ده كل اللي نعرفه عن اسماعيل والصفا والمروه والحج والبتاع واللي قامت عليه القصه، وكمان اللخبطه اللي محمد عملها في انساب العرب، انه ازاي يقول لحد مش من ذريه اسماعيل اصلا، بيقول لهم ارموا فان اباكم اسماعيل كان راميا. دي مشكله حطت يعني اهل العلم كانوا واقفين في مأزق، طب هنتصرف معاه ازاي؟ دي الراجل مش ما ايه ده في ايه؟ الناس دول مش تبعنا، مش ولاد اسماعيل، نتصرف معهم ازاي؟ يعني ده اللي لقيناه نبينا، واسفين للاطاله. يا فين الطلب؟ احنا سمعنا قرينا حديث واحد. انا كنت متخيل لحد يعني ما اتكلمت معاك ان في قصه موجوده بقى في السيره والسنه والحاجات دي، وقصه بقى زي قصص الانبياء يعني، زي ما اصلا انت دلوقتي تسالهم مثلا، لان القصه مش موجوده في القران، تسالهم عن قصه ابراهيم يقعد يحكي لك قصه كبيره. فين قصه اسماعيل؟ مفيش. يا اهم واحد عندكم يا ابوكم، تعرفوش قصته؟ حتى مراته كان اسمها ايه؟ عياله كان اسمه ايه؟
اي حاجه يا جدعان، حد يقول حاجه يعني. اسامي عياله، اسامي عياله بالحرف، بالحرف من من سفر التكوين، من العهد القديم. وقيدار التكوين اللي هم هم دول. وقال بقى لك انه قدار في 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 اشعياء، انه قدار مش عارف هيطلعوا يقفوا على الجبل ويرنموا باسم الرب فيسمعوا الجزائر، الجزائر اللي هي الجزر مش الجزائر بتاعتنا ومش عارف ايه، وده معناه دي نبوه، دي نبوه عن النبي محمد. لا والله، انه لانه النبي محمد من نسل قدار، والاولاني اسمه ايه، خيدوم حاجه كده، ده ابن البكر. ففعلا فعلا انا ممكن دلوقتي اجيب لكم كميه محاضرات للحاق دقون، اهم دقون في العالم الاسلامي النهارده بيتكلموا عن اسماعيل، بيتكلموا من اشعياء ومن سفر التكوين. ده فعلا ما فيش حاجه تتكلم عنها، هو ده اللي موجود. طب القصة برضه في سفر التكوين مع نفس الفيلم، يعني احنا سفر التكوين هو حاول ان هو يتجنب ويتكلم عن اسماعيل كتير، قال شوية تفاصيل كده زي اللي انت قلتها بالظبط، اللي هو اسم عياله مين وهو ناشأ فين، وظهر كده كم ظهور اللي هو ايه، ظهر مرة لما ابراهيم مات كده يعني، وبعد كده ايه اتكل على الله وخلاص، وبعدين رجع ظهر تاني لما عيسو ابن اسحاق راح اتجوز بنته. بس نعرف ايه تاني عن اسماعيل؟ ما نعرفش اي حاجة خالص. طب هو بالمناسبة احنا ما نعرفش مين عيسو، وعيسو مش موجود، ملوش اي ذكر في الاسلام. اوكي، هو اسحاق جاب يعقوب بس. يعني حتى لو جاب ولاد تانيين احنا ما نعرفهمش، اسمهم مش مكتوب عندنا. اي كلام. طب تعال نشوف كده، نقارن حتى بين سفر التكوين الاول قبل ما ندخل على ايه الوحش الكبير. سفر التكوين قال ايه؟ فقالت ساراي لابرام، وذا الرب قد أمسكني عن الولادة، ادخل على جاريتي لعلي أرزق منها بنين، فسمع أبرام لقول ساراي. دي كانت بداية القصة أساسا. فأخذت ساراي امرأة أبرام هاجر المصرية جاريتها من بعد 10 سنين لإقامة أبرام في أرض كنعان، وأعطتها لأبرام رجلها زوجة له. فدخل على هاجر فحبلت، ولما رأت أنها صغرت صغرت مولاتها في عينيها. دي كانت قبل أساسا الولد ما يتولد، دي كانت لسه حامل. فساراي قعدت تذلها لحد ما هربت. لما هربت سابتهم وجريت، يعني قعدت في حته كده، فجالها ملاك وقال لها انت رايحه فين وجايه منين؟ قالت له ده انا هربانه من وجه مولاتي، انا هاربه من وجه مولاتي ساراي. قال لها الملاك ارجعي واخضعي لمولاتك. بعد كده قال لها ملاك الرب ان انت هتولدي، والولد اللي هيتولد ده انت هتدعوه اسماعيل، لان الرب قد سمع لمذلتك. فهنا بيشرح لنا معنى الاسم اسماعيل، معناها سمع، يعني لان الرب قد سمع لمذلتك، فده بدايه القول يعني، واللي اسمه اسماعيل. وقال نبوه عنه ان هو يكون انسانا وحشيا، يده على كل واحد ويده كل واحد عليه، يعني اللي هو عيل بلطجي بيضرب الناس، عارف كده زي ابراهيم الابيض اللي هو جسمه مشرح من المطاوي والبتاع، وهو برضو ايه مقطع الناس. وبعد كده وكان ابرام ابن 86 سنة لما ولدت هاجر اسماعيل لابرام، كان عنده 86 سنة. فين بقى بلاد تشيله وبلاد تحطه وحاجات كده كتير جدا. وبعد كده ويعوي رجع عادي يقول له تاني، لا ده انت هتجيب عيل والمصحف وهجيب لك عيل من مراتك الاولانية وبتاع. يذكر اسم اسماعيل تاني هنا فين؟ لما جه عهد الختان، فاخذ ابراهيم اسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المبتاعين بفضة، كل ذكر من أهل إبراهيم، وختن لحم غرلتهم في ذلك اليوم عينيه كما كلمه الله. هل في ذكر عن موضوع ختان إسماعيل ده في الفولكلور الإسلامي؟ ولا برضو من سفر التكوين؟ ده هو مفيش ذكر أصلا، في ختان إبراهيم موجود، ختان إسماعيل ما مش موجود، ما عندناش والله. لو عايز نبعت نجيب لك. يعني حتى المعلومة دي احنا ما نعرفهاش عنه يعني. ده احنا هنا كمان بيقول لك ايه، كان اسماعيل ابن 13 سنة حين ختن في لحم غرلاته، كان عنده 13 سنة لما قطعوا له الحنكلوله، قطعوا له البتاع. وبعد كده برضه بلاد تشيله وبلاد تحطه كل ده، واحنا ما نعرفش اي حاجة عن اسماعيل ده خالص، هو عايش في البيت وعنده 13 سنة وبتاعه وايامه سودة. وبعدين مرة واحدة سارة خلفت،
كل دي قصة بعثة ثم وعمورة، هاري كتير جدا اللي هو ايه، احنا بعيدنا خالص عن القصة، وبعد كده نرجع تاني مرة واحدة بعد القصة دي ما تخلص، نلاقي ان ابراهيم حصل ان سارة ورجع انا برضو اللي هو ايه ابي مالك ومش ابي مالك وبتاعه والهاري ده، وبعد كده في اخيرا بقى سارة خلفت. اول ما خلفت قالت ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح، بس شافاه بيضحك أو بيمزح بينكت يعني. شوفنا طبعا امبارح في حلقة امبارح معنى كلمة يمزح دي في سفر جاشر، ما كانش يمزح اللي هو بيضحك، ده جاب الولد حطه قدامه وكان عايز يضربه بسهم، كان عايز يموته. فسارة يا لهوي يا لهوي الواد هيموت ابني، فقالت له الولد ده ما يقعدش هنا، تمشيه هو وامه. فقالت لابراهيم اطرد هذه الجاريه وابنها، لان ابن هذه الجاريه لا يرث مع ابن اسحاق. فقبح الكلام جدا في عيني ابراهيم لسبب ابنه، فقال الله لابراهيم لا يقبح في عينيك من اجل الغلام ومن اجل جاريتك، كل ما تقول لك ساره اسمع لقولها، لانه باسحاق يدعى لك نسله، وابن الجاريه ايضا ساجعله ام لاجلك لانه نسلك. ثاني يوم فبكر ابراهيم صباحا واخذ خبزا وقربه ماء واعطاهما لهاجر وضعا اياهما على كتفها والولد وصرفها. حتى ما قالهاش اللي هو ايه، خدي شويه العيش دول على كتفها كده بيحملها كانها حمار، وخدي البتاع وخدي الواد ويلا مع السلامه. عيل عنده 16 سنه اللي هو ايه ولا 14، خدي اهو الواد اهو البتاع والعيش والميه والف سلامه. وتاهت في بريه بئر سبع، ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجار ومضت وجلست مقابله نحو رمية قوس، لأنها قالت لا أنظر موت الولد، فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت. فسمع الله صوت الغلام ونادى الله ملاك الله هاجر من السماء وقال لها ما لك يا هاجر لا تخافي، لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو، قومي احملي الغلام وشدي يدك لأني سأجعله أمة عظيمة. وبعدين الملاك ما نقرش زي الفراخ ولا حاجه، ده هي ايه البير كانت موجوده بس هي مش شايفاها، وفتح الله عينيها فابصرت بئر ماء كانت موجوده بس هي مش شايفاها، فايوه ايه وراها البير يعني. فذهبت وملأت القربه ماء وسقط الغلام. برضو هنا ايه دي نفس السؤال اللي ساله بين الاسقف لما جلابيب، لقيت الميه مش فين الاكل بس ساعتك، لقيت ميه خلاص بياكلوا ايه. وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البريه وكان ينمو رامي القوس، رامي قوس كان يعني ايه بيصطاد يعني. واخذت له امه زوجه من مصر، وخلص الموضوع على كده بس، بقيه القصه كلها ملهاش اي علاقه بالواد خالص، لحد ما نوصل لان ابراهيم مات فرجع اسماعيل يدفن ابوه مع اسحاق، بس كده هو ده كل اللي نشوفه في سفر التكوين. فبرضه القصه ناقصه، احنا ما نعرفش مين اسماعيل ده، لكن هنا هو عنده عذر يعني، هو اسماعيل ده بالنسبه له شخص مش مهم، هو عشان خاطر ابن ابراهيم فايه ربنا هيخليه امك عظيمه، انما الوعد لاسحاق فده ملناش فيه، مش عايزين نعرف عنه حاجه يعني. شويه بقى كده وايه يرجع يفتكره لك فيقول لك ايه ولاد اسماعيل كان اسمهم كذا وكذا وكذا وكذا. هنا كل ده احنا مثلا بنتكلم في اسحاق، بس جه في حته كده واللي هو ايه بدا يكلمنا عن اسماعيل اللي هو بيحكي لنا بس مين اولاد اسماعيل. هنا دفنوا اسماعيل واسحاق، دفنوا ابراهيم لما مات، وبعد كده هذه بقى مواليد اسماعيل ابن ابراهيم الذي ولدته هاجر، بني اسماعيل باسمائهم حسب مواليدهم، نبايوت بكر اسماعيل موجود عندكم يا بين الاسقف؟ نبيوت لا ما عندناش اي نبويت دي. وقيدار، قيدار ده موجود، وأدبائيل ولا قيدار موجود، قيدار بيتقال اسمه على الجوامع على المنابر من العهد القديم. ده احنا ما نعرفش عنه حاجه خالص يعني، ده مش موجود في السجلات. مش موجود ده يعني، يا ريته ما كانش موجود كانت بقت اهون، ده المصيبه اكبر من انه مش موجود كمان. وأدبأل ومبسام ومشماع ودوما ومسا وحضار وتيما ويطور ونفيش وقدمة،
طبعا ما فيش خلاص ما تشغلش بالك يعني. وكان السنو وحياة إسماعيل 137 سنة وأسلم روحه ومات وانضم إلى قومه. بس كده ده كل اللي احنا نعرفه. العمدة بقى طبعا قبل ما نخش على العمدة يا دكتور لو تسمح لنا بالدقيقتين اتفضل طلع لنا شبح والنبي ضيفت حالك. ده اخوانا ده منين؟ ده دار الفتوى المجلس الإسلامي الأعلى في إسرائيل. قصة إسماعيل عشان بس القصة فعلا مختصرة والكلام اللي أنا قلته ده واضح أنه كلام فارغ، فخلينا نشوف هم بيقولوا إيه. دي نبي الله إسماعيل عليه السلام بيقول نبي الله، قال الله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا مش عارف حلو. فهنا ده الدليل على أنه نبي، يعني كان رسولا نبيا مش بس نسبه هو إسماعيل بن إبراهيم الخليل الرحمن اللي مش عارف إيه. بعثته عليه السلام أرسل الله تعالى إسماعيل عليه السلام إلى القبائل العربية التي عاش في وسطها وإلى العماليق وأهل اليمن، فدعاهم إلى الإسلام وعبادة الله وحده. إن أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح النبيين ومن بعده وإبراهيم وإسحاق. سورة النساء. وهذا مما يدل على أن دين الأنبياء كلهم واحد هو الإسلام. طيب قد أثنى عليه. وجابوا كلام ده منين بقى؟ ما أهو يعني بيقول لك راح للقبائل العربية وللعماليق. عماليق في القبائل العربية أصلا. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فهنا هو كان مرسل للبتاع. طيب قد أثنى الله على مش عارف إيه وصادق الوعد والمحافظة على الصلاة. التفاصيل دي منين؟ إن هو راح للقبائل دي التفاصيل دي منين؟ مش موجودة في حديث يعني ولا موجودة في أي حاجة ولا موجودة في أي حتة. أما اللي كاتب الكلام ده جايبه منين؟ من العهد القديم، من كعب الأحبار، من روايات ابن عباس عن كعب الأحبار. البشرى بإسماعيل عليه السلام، قال الله تبارك وتعالى وقال إني ما ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. دي الآيات اللي أراها نبينا في أول الحلقة. لقد بشر الله وبتاع بغلام حليم وهو إسماعيل عليه السلام، وقد رزق به وله من العمر 87 سنة. ولما شاب إسماعيل صار يسعى في مصالحة كبيرة، رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه المهم يعني القصة بتاعت الدبح. نشأة إسماعيل. لما شاب إسماعيل في تلك البقعة المباركة من مكة وترعرع في قبيلة جرهم وتعلم منهم اللغة العربية وأساليبها، لما رأوا عظيم سيرته وخلقه زوجوه من فتاة عربية من قبيلتهم قيل هي عمارة من سعد. قيل مين اللي قال ما نعرفش، برضه ما فيهاش حديث يعني. هي لو فيها حديث كان هيبقى قال صلى الله عليه وسلم كذا كذا، انما اتقال ان اسمها عمارة بنت سعد. طيب ثم ماتت ام هاجر عليه السلام في مكه، وجاء ابراهيم مره من مكه الى مكه من فلسطين يريد ان يتفقد اسماعيل عليه السلام، فسال امراته عنه فقال خرج مش عارف ايه، فقال لها انتوا عاملين ايه وبتاع، قالت له ما احنا والله ما طلعان دين اللي جابنا ونحن في ضيق وشده، فقال لها طيب لما يجي جوزك سلمي عليه وقولوا له طلق. شوية راح ورجع أهو ذاك أبي قد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك، فطلقها عليه السلام وتزوج من قبيلة جرهم امرأة أخرى. قيل احنا طول القصة قيل وقالوا وقلنا وما حدش عارف مين لا. طيب قيل هي السيدة بنت مضاد الجرهمي. وغاب عنهم نبي الله إبراهيم عليه السلام، ثم جالهم بعد فترة بتعملوا ايه؟ قالت له والله مش عارف ايه. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال ما شربكم؟ قالت الماء. فدعا عليه الصلاة والسلام في دعاء اللهم بارك لهم في اللحم والماء، ثم قال عليه السلام فإذا جاء زوجك فأقري السلام ومريه يثبت عتبة بابه. خليه ايه؟ خليك قاعدة زي ما انت. ومريه سبع. فلما جاء اسماعيل قالوا له عملت ايه بتاع، طب ذاك ابي وانت العتبه، امرني ان امسكك. ثم غاب ابراهيم عليه السلام فتره، ثم عاد الى مكه المكرمه وراى اسماعيل ابنه يبري نبلا بيبري النبل له تحت دوحه قرب ماء زمزم، فلما راه اسماعيل قام اليه يشده الحنان. انت متخيل احنا قاعدين بنتكلم عن قصه نبي دلوقتي، فبنقول ايه بقى؟ انه مفيش كلام يتقال لدرجه السخافه دي. قام اليه يشده الحنان والشوق الى ابيه ابراهيم، وصنع ما يصنع الوالد بالولد،
والولد بالوالد، او هم بيعملوا ايه في بعض مفيش حاجه تتقال. ثم قال ابراهيم لولد اسماعيل ان الله امرني فاخبر وانا ابني بيتا هو المسجد الحرام الكعبه ودله على المكان، وعند ذلك تعاون ابراهيم مع ولده اسماعيل في بناء الكعبه ورفع القواعد. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك مش عارف ايه. شيء من سيرته ذكر، من اللي ذكر الله اعلم، ولكن ذكر من سيرته انه اول من ركب الخيل، وكانت قبل ذلك وحوشا فانسها الايه ذكر ذكر مين اللي ذكر مين اللي قال الكلام ده قيل من المجهول مين اللي قال الكلام ده اخوانا؟ طيب احنا بنتكلم في دين دلوقتي ولا بنتكلم في الحمصي؟ تقول لي ما ذكر وقيل. طيب ده اول واحد ركب الخيل اخوانا، قبل كده الخيل كانت وحوش ما فانسها وركبها ودعا لها بدعوته التي كان ما اعطي فاجابته. هو كان على كل نبي عنده دعوة، فهو الدعوة اللي كانت عنده قال يا رب الخيل ده يفضل مش عارف ايه، فأول واحد ركب الخيل. وكان إسماعيل عليه السلام قد تكلم بالعربية الفصحى البليغة كمان التي تعلمها من قبيلة جرهم الذين نزلوا عندهم بمكة بماء زمزم الطيب المبارك. أولاده ولد ولد لإسماعيل عليه السلام من زوجته الثانية وهي السيدة بنت مضاد الجرهمي. لا هي مش السيدة، هي قيل انها السيدة من تمضاد الجمهور الجرهمي لو فاكرين احنا قلنا ايه فوق. 12 ولدا ذكرا، وعرب الحجاز كلهم ينتسبون اليه، مش كلهم فيهم كلام يعني. 12 ولد اسمهم ايه؟ لا هم 12 ولد كلهم بكرة ما سجلهمش ما طلعلهمش شهادات ميلاد ما طلعلهمش بطاقة. وفاته مات عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة بعد أن أدى رسالة ربه وبلغ ما أمره بتبليغه ودعا إلى الدين الإسلام وإلى عبادة الله الملك الديان، ودفن عليه السلام قرب أمي هاجر في الحج. وقيل برضو كان عمره يوم مات 137 سنة. زي سبب تكون بالزبط سبحان الله. قيل عليه الصلاة والسلام وقد مضى ذكر شيء من أخباره في قصة أبيه إبراهيم. أدي الكلامة يعني ده لو دورت في المراجع مفروض يعني انه مراجع والمصادر والبتاع كلام فاضي ما فيش حديث واحد. الحديث الوحيد مش مرفوع حتى للنبي بيحكيه ابن عباس. فاسف انا بينا بس يعني لا اللقطه دي بس لانه فعلا يعني ابن عباس انا قلت ام عباس ايوه بالحب كده بالحب. الدليل يا فندم قالوا له ايش بتعندك دي في المحضر. يا غلبي. طب تعالى كده نقرا شويه من الكتاب يمكن نلاقي شويه حاجات كده. احنا هنا كنا قلنا القصه اللي احنا بتاعت اسماعيل دي اللي هو في سفر تكوين اللي بتقول له اطرد الولد ده لانه بيمزح وما يورثش مع ابني وبتاع. فشوفنا امبارح لما اتكلمنا عن قصه اسحاق ايه هي كانت المشكله هنا، اللي هو ان الولد كان عايز يضرب الولد بالسهم يعني حط الايرو وسحب السهم وبتاعه وكان عايز يضرب اسحاق، فهي قالت له اطردوا ابن دي الكلب ده وبتاع. فابراهيم سمع كلامها فعلا وخدها وقال لها ده 12 loaves 12 رغيف. يعني هنا بقى الراجل ده ايه بيطلع دين ابونا في التفاصيل. يعني في واحد ما بيحكيش تفاصيل خالص والتاني بقى بيحكي لك. يعني الشبشب بتاع ابراهيم كان فيه كام عروه عارف انت للرباط الجزمه كان طوله قد ايه. اللباس ما اتحرقش لما ابراهيم دخل النور مثلا دي ذكرها قال لك اللباس ما اتحرقش. يعني ابراهيم اترمى في النار واللباس ما اتحرقش، دي حاجه مهمه جدا ومركز في التفاصيل جدا. واداها ازازه ميه. دي بقى مثلا اللي هو ايه ازازه ميه ازاي يعني. وبعدين سنتر اواي اللي هو رماها كده with her son، وهي طلعت بقى للويلدرنس او للبريه يعني، وقعدوا في حته في باراندية واللي هي حران، وقعدوا في الويلدرنس او في البرية، واسماعيل كان ارشر او اللي هو ايه رامي السهام يعني. وقعدوا في البرية لونج تايم، دي برضو ايه ما قلناش تفاصيل لونج تايم ده اللي هو دي ما عنديش اي فكرة يعني. وبعد كده امه راحت ارض مصر لان هي من مصر يعني، وسكنوا هناك سكنوا في مصر شوية، وهاجر جوزته من هناك من مصر اسمها ايه بقى؟ مريبة. اسم مرات اسماعيل مريبة، مصرية اسمها مريبة.
وبعد كده مرات اسماعيل حملت وجابت له 4 أولاد, 4 sons and 2 daughters, وبنتين. واسماعيل وامه ومراته والعيال رجعوا تاني على فين بقى؟ طب انت كنت قاعد في مصر, اما ترجع تاني نقي لك حته تسكن فيها. لا, رجع البريه تاني, هو غاوي الصحراء, هو بيحب يقعد في الصحراء يعني. وعملوا نفسهم خيمه وسكنوا هناك يعني, وكانوا continue to travel and then rest monthly and yearly. يعني بيقعدوا يرتحلوا كل شوية, وتقريبا كل شهر وكل سنة بيقعدوا يريحوا شوية. وبعدين اسماعيل بقى يبقى عنده flocks and herds, بقى عنده بقى شوية خرفان على شوية معيز وبتاع, وبقى عنده كاتل كمان. وهنا سؤال يعني, وقعد في البرية الكاتل دي بيربيها ازاي يعني؟ يعني ماشي المعيز والخرفان مفهومة, انما الجاموس مربيه فين في الصحراء؟ الجاموس ايه اللي بيقعد في الصحراء ده؟ او بقر ايه اللي بيقعد في الصحراء؟ وبعد كده اسماعيل فضل قاعد في, عارف بقى تفاصيل مملة, اللي هو قاعد في الصحراء, قاعد في خيمة, وبعد كده يسافر تاني ويرجع تاني. And do not, did not see the face of his father. ما شافش ابوه خالص طول الوقت ده, اسماعيل ما شافش ابوه. بعد شوية كده ابراهيم قال لمراته, انا هروح اشوف ابن اسماعيل. افتكر دلوقتي ده الولد اترمى وعنده 16 سنة ولا 14 سنة, بعد ما كبر وراح مصر واتجوز وخلف 6 عيال ورجع تاني وبقى عنده مواشي وبتاع. ابراهيم افتكر مرة واحدة, انا لي عيل ما شفتوش بقالي 400 سنة ما اروح اشوفه, عشان انا ما شفتوش من وقت طويل. ابراهيم ركب على الجمل ورايح يشوف ابن اسماعيل. He was dwelling in a tent in the wilderness with all the belonging to him. ما يعني راح يشوفه في المكان اللي قاعد فيه ده. ابراهيم راح البريه ووصل لحد خيمه اسماعيل, مش عارف ازاي يعني, عارف خيمه اسماعيل دي فين يعني؟ انت ماشي في الصحراء كده بتدور على عيل تايه, فلقيت الخيمه بتاع اسماعيل يعني, ما تفهمش ازاي. وامتى بقى يعني بالتحديد امتى؟ لما وصل about noon, الساعه 12 الظهر, عارف. حس ان نزل في المطار الدولي, واللي هو الطياره طبعا يعلن مطار الويلدرنس الدولي عن وصول رحله ابراهيم الساعه 12 الظهر. يا فندم, ما هو يعني معلش انا مين هقاطعك, هو دلوقتي هو قاعد في الصحراء وهي الخيمه الوحيده اللي في الصحراء, يعني مش صعب ان هو يلاقيها, هي الخيمه. ايه يعني, قلت له صاله عند الصحراء يا عم الحاج. الصحراء يعني بينا, يعني المخرج عايز كده بقى. طب هنقول ايه, عبيله واديله الدور واخد بالك. يعني محدد, هو كان ظابط الستوب ووتش في الساعه في دي, فدقت الساعه 12 بالظبط. اول ما وصل بقى لقي زوجة اسماعيل قاعده مع العيال, لكن اسماعيل وامه كانوا في مشوار. اسماعيل راح يجيب سجاير وخد امه معاه. امه دي اللي هي بقى عندها 400 سنه بس هي واخدها معاه يجيب سجاير يعني. اسماعيل, ابراهيم سال زوجة اسماعيل فين اسماعيل؟ هي قالت له he gone to the field to hunt, رايح اصطاد, رايح طلع اصطاد. ابراهيم كان لسه راكب على الجمل, for he would not get off to the ground, and he had sworn to his wife Sarah that he would not get off from the camel. مراته حرجت عليه, تروح تشوف ابنك وانت راكب على الجمل, ما تنزلش من على الجمل. فهو عشان حلف لمراته قال لها خلاص بالمصحف ما انزل من على الجمل. فوصل هناك وفضل راكب على الجمل. سأل الولية جوزك فين؟ قالت له والله راح يصطاد. راح ابراهيم قال لها ايه يا بنتي, give me a little water, اديني شويه ميه يعني, that I may drink, for I am fatigued from the journey, انا تعبان من الرحله وعايزين شويه ميه الله يخليك يعني. مرات اسماعيل قالت له ما عندناش ميه ولا عيش, we have neither water or bread, nor bread, ما فيش والله يعني. وفضلت قاعده في الخيمه وما خدتش بالها من ابراهيم, وهو ما قالهاش هو مين يعني. هو لقيت راجل كبير كده معدي عليها راكب على جمل, قال لها السلام عليكم, امال اسماعيل فين؟ انا قالت له والله طلع اصطاد. قالت لها يا بنتي طب ما تديني شويه ميه انا عطشان. قالت له والله لا ما فيش, لو ميه ولا اكل يعني ولا عيش. كانت بتعمل ايه بقى؟ بتضرب العيال في الخيمه. She was beating her children in the tent. المرة قاعدة بتضرب العيال في الخيمة وبتشتمهم, and she was cursing them.
and she was and she also cursed her husband Ismail and reproached him. اللي هو بقى بتشتم جوزها كمان اللي هو ايه الله يلعن دين ابوك يا شيخ وعلى امك اتجوزتك جبت لي العيال بنت دين الكلب دي عارف انت المره الزنانه قاعده تشتم العيال وتضربهم وتشتم في جوزها ومش موجود يعني. وابراهيم بقى سمع الكلام بتاع مرات اسماعيل ده وبقى ايه very angry and displeased غضب جدا ويعني حس ان هو ايه متضايق منها. وبعدين ابراهيم راح ندهلها تاني عشان تطلع قدام الخيمه والمرة طلعت وقفت قدام ابراهيم وهو برضو ايه مازال يعني بيدينا لمحه ان هو مازال راكب على الجمل برضو يعني. مهمه جدا حاجات الجمل دي. وبعدين ابراهيم قال لمرات اسماعيل لما when thy husband اسماعيل returns home say these words to him لما جوزك اسماعيل يرجع البيت قولي له الكلمتين دول. ايه بقى؟ A very old man from the land of the Philistines came hither to seek thee. الكلمتين بقى ايه هما؟ في راجل عجوز من ارض الفلسطينيين جه هنا عشان يشوفك. And thus was his appearance and fatigue and figure. وصفي له شكلي. يعني شكلي انا ايه؟ I did not ask him who he was. وقولي له ان انا ما سالتوش انت مين. And seeing though was not here he spoke unto me and said ولما انا شفت كده الراجل ده كلمني وقال لي الكلمتين دول when Ismail thy husband returns tell him thus did this man say الكلام ده بقى الراجل اللي انا بقول لك عليه ده قال كده when thou comest home put away this nail of the tent which thou hast placed here and place another nail in its stead. لما اسماعيل يرجع قولي له في راجل عجوز من ارض الفلسطينيين جالي وسالني عليك وانا ما سالتوش انت مين ووصفي له شكلي. ولما يرجع قولي له بقى الراجل العجوز ده قال لي ايه لما جوزك يرجع شيل وتد الخيمه قولي له الراجل بيقول لك شيل وتد الخيمه وحط مكانه وتد تاني. خدت بال سعادتك اللي هو العتبه يعني. وابراهيم خلص الانستراكشنز بتاعته يعني خلص التعليمات بتاعته وبعدين مشي منطلقا هوم يعني هوم وورد. لما اسماعيل رجع من الكيس بتاعه من حفل رحله الصيد بتاعته يعني مع امه مش عارف امه طالعه معاه تصطاد ليه يعني امه كانت بتحجز له مثلا على الارانب ولا حاجه مش عارف يعني امه طالعه معاه في رحله الصيد ليه يعني. مراته قالت له الكلمتين دول اللي هو very old man راجل كبير قال لي الكلمتين دول وقال لي ايه شيل بيقول لك شيل وتد الخيمه وحط وتد تاني. اسماعيل سمع الكلمتين دول وعرف ان ده ابوه الراجل العجوز ده ابوه وان مراته ما عبرتوش did not honor him. وبعدين اسماعيل فهم كلام ابوه وسمع كلام ابوه وكاست اوف ذات وومن اند شي وين اواي وراح رميها معاها كم عيل سعادتك ست عيال راح طردها. وبعد كده راح ارض كنعان اسماعيل وخد زوجة تاني اتجوز بقى الجوازة التانية وجابها للخيمة بتاعته يعني وسكنها هناك. بعد 3 سنين ابراهيم قال اما اروح اشوف اسماعيل تاني عارف انت قال يعني وقت شوف المرة الاولانية يعني. وركب على الجمل وبرضه صار ايه محرج عليه وعيا ابني دين الكلب تنزل من على الجمل وراح سأل اسماعيل سأل على راح يسأل على اسماعيل برضو ايه خد بالك انا reach the tent of اسماعيل about noon برضو بيوصل في نفس ما هو بياخد نفس الطيارة تقريبا بعد 3 سنين خد نفس الجمل فالجمل بيوصل الساعة 12 الظهر الجمل ده احنا عارفينه بيوصل الساعة 12 الظهر الرحلة التانية وصل برضو الساعة 12 الظهر وسأل مرات اسماعيل and his wife came out of the tent مراته طلعت بقى قالت له he's not here my lord بتكلمه باحترام بقى قالت بيقول لها جوزك فين قالت له مش هو مش موجود هنا طلع يصطاد في الفيلد برضو تاني and feed the camels ويوكل الجمال and the woman said to Abraham turn in my lord into the tent and eat a morsel of bread a morsel of bread for thy soul must be weird on account of the journey. قالت له بقى الولاد طلعت كريمه يعني قالت له قال لها اسماعيل فين قالت والله طلع يصطاد ويوكل الجمل ما تنزل كده تاكل لك لقمه تسند بيها قلبك عشان انت اكيد تعبان من الرحله
هي عرفت منين ان هو جاي من رحله ما عندناش فكره. ابراهيم قال لها لا انا مش هقدر انزل يعني واخد حاجه، لان انا ايه مش هقدر اخد الشاي معاكي لان انا من هيست، انا والله مستعجل ورايا جمل تاني ان شاء الله. الجمل ده بيوصل الساعه 12، الجمل التاني بيوصل بيطلع الساعه 1 يعني، فيا دوب بس اعمل اجراءات التشيكن واطلع يعني. بقال لها بس اديني شويه ميه اشرب عشان انا عطشان. راحت المره دخلت جابت له على طول ميه وعيش وحطيتهم قدامه وشي ارش دم تو ايت، اللي هو قعدت تتحايل عليه ومسكت فيه ان هو لازم ياكل يعني، وهو كل وشرب. وقال لها ان هي بليست سن اسماعيل، يعني ايه بعد يبارك ابنه اسماعيل. بعد ما خلص قال لها لما جوزك يرجع قولي له الكلمتين دول، في راجل عجوز جاي من ارض الفلسطينيين كان بيسال عليك وما لقيكش، وانا اديت له ميه وعيش وكل وشرب، وهو الراجل كلمني الكلمتين دول، لما جوزك يجي قولي له the nail of the tent وتد الخيمه which thou hast is very good، وتد الخيمه اللي عندك رائع fantastic. do not put it away from the tent، ما ترميهوش من الخيمه احتفظ بيه. ابراهيم خلص ورجع، وبعد كده اسماعيل جه فبتحكي له بقى القصه، بتقول له ده في راجل عجوز من ارض الفلسطينيين جه وقال لي الكلمتين دول وبتاع، وقال لي الكلمتين دول اللي بيقول لك ان وتد الخيمه ده رهيب جميل جدا ما تبدلوش. اسماعيل عرف ان ده ابوه برضو تاني وسمع كلام ابوه، واسماعيل خد مراته وعيالها and his cattle and all the belongings to him and he journeyed from there and he went to his father in the land of the Philistines. راح واخد بقى المره والعيال وبتاع وراح يزور ابوه في في ارض فلسطين يعني. وابراهيم بقى قال له على يعني زوجته الاولى، بيقعدوا بقى يحكوا قصه يعني ان زوجتك الاولى دي كانت بتجيب كلب وبتاع بعد 26 سنه وهكذا يعني، بقيت القصه بيحكوا بقى ان ايه، وابراهيم قاعد يحكي له ايه اللي حصل. وبعد كده ساب القصه دي خالص ورجع اتكلم على قصه ابي مالك و ان سونز اوف دي هنا بقى ايه نحور، دي حاجه ملهاش علاقه بالقصه يعني، كده قصص في النص، بس هي القصه اللي حكى لنا بينا الاسقف دي هي دي، وده تفسيرها بقى مش اللي هو عتب بيتك وحشه وعندكم اكل ولحم، لا يعني كان ايه برضو الموضوع اللي علاقه بالاكل وبتاع، بس طبعا اللي حكى القصه ما عرفش ينقشها كويس. وبعدين اسماعيل بدا يتخانق مع اسحاق لاسباب ما نعرفهاش يعني، والشيطان تدخل في النص وبتاع. دي كده قصه اسماعيل اللي هم اتقابلوا فين معلش؟ ما هو رجعوا ارض الفلسطينيين الحمد لله. راح قعد قعد معاهم شويه كده يعني، انسهم ولا خد كل الحاجات، خد الماشيه والحاجات اللي معاهم والفلاكس وبتاع ومراته والعيال، وراح قعد يزور ابوه، وابوه فرح بيه جدا وقعد يحكي له قصص بقى وحاجات حلوه. وبعدين الشيطان بعبصه في افكاره فقعد يتخانق مع اخوه اسحاق ويعملوا حاجات غريبه كده. وبعدين تنتهي قصه اسماعيل ابرابتلي كده برضو، نفس زي ما انتهت قصه اسماعيل في سفر التكوين، قصه اسماعيل تنتهي كده ابرابتلي، ونبدا بقى في قصه اسحاق. وفين بقى لما يذكر اسماعيل تاني، لما يعني كل ده بقى اللي احنا اتكلمنا عليه امبارح، لما جه ابن اسحاق اللي هو عيسو، لما عرف ان ابوه متضايق ان هو اتجوز من بنات كنعان، راح واخد بنت عمه اللي هو اسماعيل عشان خاطر يرضي ابوه يعني وبتاع، بس ابوه كان ايه يعني غضبان عليه يعني وقرفان من دين امه. فبرضو عندنا شويه تفاصيل هنا لاسماعيل، وبرضو السفر بيذكر اسماء بني اسماعيل زي ما كانت موجوده بالظبط في سفر التكوين. ده كده باختصار يعني فهمنا حاجه يعني، على الاقل في شويه معلومات، لكن برضو القصه الاصليه ما في يعني، ما فيش، ما حدش يعرف يعني هو اسماعيل ده لازمته ايه اصلا عشان يبقى في النقطه اللي جايه. هو هنا سواء اللي كاتب سفر جاشر او اللي كاتب سفر التكوين، هو متعمد ان هو يسقط اسماعيل من السجلات. ليه؟ لان هو عايز يفهمك ان بني اسرائيل اللي يعني اللي هم شعب ياوي، شعب الله ده، جايين من ابن الوعد اللي هو اسحاق، فهو ده اللي كان مهم.
اسماعيل ده كان غلطه، ابراهيم استعجل وراح خد الجاريه، مع ان ياوي كان وعده ان هو هيديله عيل من ساره، لكن هو استعجل. فعشان خاطر ربنا يكرم ابراهيم يعني، واللي هو ايه يلا ديك جبت عيل فانا هكرمه لك وهخليه لك كويس، بس مش ده اللي انا اعمل معاه الوعد. فكان في تعمد ان هما يسقطوه من القصه، لان اصلا القصه مش قصته، وهو ملوش اي مشاركه في اللي هيحصل بعد كده. اللي هيحصل بعد كده كله متعلق ببني اسرائيل وتاريخ بني اسرائيل وانبياء بني اسرائيل اللي كلهم جايين من اسرائيل، اللي هو يعقوب وال12 سبط. فاسماعيل ملوش ذكر خالص وملوش دور خالص في العيله دي، وهو مش من العيله اصلا، هو من عيله تانية خلاص، ده بقى عيله تانية. هم كلهم بيعتبروا نفسهم عيله ابناء يعقوب او ابناء اسرائيل، فاسماعيل ملوش ذكر، عشان كده محدش مهتم ان هو يشرح قصته ايه. في كده حاجات اللي هو ايه في النص بيحصل تعارض، واحد راح اتجوز بنته مش عارف ايه، اتخانقوا مع مين، حاجات كده، فاللي هو بيطلع ذكره تاني، لكن هو ما يعتبرش شخصيه محوريه ولا شخصيه مهمه. على العكس بقى في الاسلام هو شخصيه محوريه جدا، فليه ما فيش تفاصيل عنه؟ يعني انت ليه مركز مع الشخصيه اللي هي بالنسبه لك انت بقى كمسلم مش محوريه، شخصيه اسحاق ومن بعده يعقوب، الشخصيات دي مش محوريه اطلاقا. الشخصيه المحوريه الاصليه هي شخصيه اسماعيل، لان ده اللي هيجي منه النبي العظيم المنتظر. ففين قصته؟ اتفضل يا بين الوصف. طيب ممكن طلع لنا شبح هطلع لك كل حاجه يا فندم. ممكن بس دلوقتي انت بتقول موضوع مش محوري يا فندم، احنا عندنا عيدين، العيد الصغير والعيد الكبير. العيد الصغير ده بتاع رمضان ناكل فيه كعك وبسكوت عادي حلو، العيد الكبير ده بقى بتاع اسماعيل، يعني عيد كامل. هم عندنا اتنين، عندنا عيد منهم لاسماعيل، ازاي بقى اسماعيل مش مؤثر ومش محوري وبتاع؟ ده احنا عندنا عيد وذبح وحج حج وذبح والعيد دوت والنسل كمان، يعني ده محوري جدا. العيد من العيدين المهمين بتاعه، الحج كله بتاعه او بتاعه هو وامه يعني بتاع القصه دي، والنسل بقى، واهم واحد في البشريه خير من وضع الحصى من نسله. ففين قصته؟ قصته في سفر اشعياء يا مولانا. والله العظيم ما انت مش هتصدق ان اشعياء 42 بيتقري على المنابر، على المنابر، على منابر الجوامع، الناس بتقف تقرا اللي هنقراه دلوقتي. ما طلعنا لنا الشريس كده يا شبح عشان نقرا مع بعض كده وترجم لنا القصه ده يا مولانا. سليب بتاع المسألة الجديد لو سمحت. الايه؟ كبر يا نصير. انا ما 42 انت قلت؟ هو قدامنا 42. هذا عبدي الذي اعضده. مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأم، لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع ولا يسمع في الشارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة خامدة لا يطفئ. أنا مش عارف بيستشهدوا بدي إزاي، يعني أيها الأخ محمد بالكلام، قصبة مردودة لا يقصف، يعني ما سابش حد ما في حاله. مهم، لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض، وتنظر الجزائر وتنتظر الجزائر شريعته. جزائر جمع جزر يا اخواننا، اخواننا الجزائريين مش تبعكم الحكايه دي. طيب، هكذا يقول الله الرب خالق السماوات وناشرها وباسط الأرض ومش عارف ايه معطي الشعب نسمة، انا الرب قد دعوتك بالبر فامسك بيدك واحفظك، فامسك بيدك واحفظك اجعلك عهدا للشعب ونورا للامم، لتفتح عيون العمي، لتخرج من الحبس المأسورين، من بيت السجن الجالسين في الظلمة، أنا الرب، هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر، ولا تسبيحي لإيه؟ ولا تسبيحي للمنحوتات. أوكي، هو ده، هو راح فين؟ أيوة هنا هو بقى، هو ده الأولوية قد آنت والحديثات أنه مخبر بها قبل أن تنبت أعلمكم بها، غنوا للرب أغنية جديدة تسبيحة من أقصى الأرض أيها المنحدرون من البحر، وملؤوه لترتفع الايه، وملؤوا والجزائر سكانها حاجه كده يعني، لترفع البريه، ايوه لترفع البريه ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قيدار، لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال ليهتفوا. فهنا بقى ليه بقى للفيلم ده بيتقال على المنابر؟
المدن ومدنها صوتها الديار التي سكنها قيدار. هنا الفيلم ان قيدار محمد من نسل قيدار. لتترنم سكان سالع. سالع دي فين؟ سالع دي جبل جمع سالع اللي هو جبل في شبه الجزيرة. ليعطوا الرب مجدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر. الرب كالجبار يخرج غيراته مش عارف ايه يهتف ويصرخ ويقوى على اعدائه. فهنا يقول لك بقى شوف من كتبك اهو الايه الديار التي سكنها قيدار. فقيدار ده اللي هو جد النبي. طب قيدار اللي هو من نسل اسماعيل اللي جاي منه النبي محمد. ولكن في نفس الوقت احنا عندنا مين هو محمد؟ طيب هو ابو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وقتم على هنا ده حد هنا كده النسب ده. قال البغوي في شرح السنة بعد ذكر ذلك النسب إلى عدنان ولا يصح حفظ النسب فوق عدنان. أي حاجة بعد عدنان ما مش صحيح. ما نعرفش عدنان ده ابن مين بالظبط. ولكن اللي احنا واثقين منه واللي ما فيش خلاف فيه إنه عدنان ده من بني إسماعيل. فهنا فين قيدار بقى في الموضوع؟ طيب انا هنفترض ان هو بيتكلم عن قيدار يعني عشان تعرف بس ان اللي ما بيقولوه ده نصب. لو كملت خمس ست اعداد كمان هتفهم الكلام على مين. هو ليه هنا بيذكر خيام قيدار؟ هو عايز يقول ان صيت عبده ده اللي هو بدا يتكلم عنه اللي هو ده المصايا هيذيع في كل الارض لدرجه انه هيوصل عند شويه الغجر دول اللي ساكنين في قيدار. يعني قيدار دول يعتبروا اعداء بني اسرائيل وهم اساسا كان بيعتبرهم بني اسرائيل عبدة اصنام. فعايز يقول ان المصايا ده هيخلي تسبيحة الرب ده اللي هو ياوي توصل حتى لخيام قيدار. عشان كده من وسط جنب قيدار كمان بيقول سالع وبيقول الجزائر. فين الجزائر دي؟ لجزر البحر يعني. فبيكلم بيقول ايه؟ بيكمل بيقول ايه؟ خلينا نكمل عشان نشوف يعني. قد ارتدوا الى الوراء يخزى خزيا المتكلون على المنحوتات. ده كام يا نبيل عشان نطلعها معنا؟ 17. تمام. انت وقفت عند انا وقفت عند قدار. هم لحد هنا وبيقطموا. هم بيكملوش بعد قدار. قدار وسالع اهو اتكلموا علينا. هو قال بص قدار موجود اهو. بص مش عارف ايه موجود اهو. لكن الفكرة نفسها انت لو قريتها من غير اي حاجة يعني انت هتفهم. ارتدوا الوراء خزي المتكلون على المنحوتات القائلون للمسبوكات انتن الهتنا ايها الصم اسمعوا ايها العمي انظروا لتبصروا من هو اعمى الا عبدي. مين الاعمى؟ عبدي. هل عبدي اللي هو محمد كان اعمى؟ لا هو بيتكلم عن يعقوب عبدي بني اسرائيل. واصم كرسولي الذي ارسله من هو أعمى كالكامل وأعمى كعبد الرب ناظر كثيرا ولا تلاحظ مفتوح الأذنين ولا يسمع. الكلام ده ينطبق على محمد؟ الرب كالصغر من أجل بره يعظم الشريعة ويكرمها ولكنه شعب منهوب ومسلوب قد استيد في الحفر كله وفي بيوت الحبوس اختبأوا صاروا نهبا ولا منقذ وسلبا وليس من يقول رد. من منكم يسمع هذا يصغي ويسمع لما بعد. من دفع مين؟ يعقوب إلى السلب وإسرائيل إلى الناهبين. أليس الرب الذي أخطأنا إليه ولم يشاءوا أن يسلكوا في طرقه ولم يسمعوا لشريعته فسكب عليه حمو غضبه وشدة الحرب. هو بيتكلم عن مين؟ عبدي. مين عبدي؟ يعقوب. بس كده. فبيقول ان عبدي ده اللي انا ارسلته للامم عشان يبشر الناس بيا او يبقى هو رسولي بقى اعمى
وأصم، والكلام قدامه ما بيشوفوش، بيسمع وما بيفهمش، أصم الأذنين. فأنا بقى مين اللي عمل فيه كده؟ يعني هم أخطأوا، أنا الرب اللي عملت فيه كده. بس الوعد إن هو هيرجعه تاني ويخرج منهم بقى اللي هو مين؟ المصايا. كلام ليس له أي علاقة لا بإسماعيل ولا بقيدار ولا برسول يأتي من بعد ولا أي حاجة خالص. أو بس أنت لو كلمت نفسك تقرا بيت الصحة تفهم بيتكلم عن مين. أوكي، هو الموضوع ده ملوش أي علاقة أصلا بقصة إسماعيل، ولكن ده اللي بيتقال في قصة إسماعيل دايما. مفيش حد بيطلع يتكلم في قصة إسماعيل لما يقول لك إسماعيل ابنه بقى قيدار، ومن قيدار ده اللي ها عند النصارى هناك بس مخبينه، كان برضه حاطط ايده على الورقه مخبيها. فيعني هي دي بعيده عن القصه، لكن بما اننا دخلنا في القصه فده بيتقال، وده بيتقال. المشكله فين؟ ان ده ما بيتقالش في حته في جنب كده، في اتنين يقول لك ايه ده مش عارف ايه. لا سمعته بيقول لك دي نبوه عن الرسول من سفر اشعياء، وقرا الكلام ده انا ساعتها اللي هو انت بتهزر. دي بتتقري في الجوامع، في على المنابر. اوكي، بيقعدوا يقروا الكلام ده ويقولوا ان دي اهو قيدار وسالع. هو مفيش جبل اسمه سالع بالمناسبه في شبه الجزيره، بس يقول لك سالع اللي هو جمع سلع وسلع، وسلع ده اللي هو ايه جبل في البتاع، فهو سالع اهي، ما اهي مكتوب. والله الناس دي بتهرج. ده احنا كمان ما قريناش بقى الترجمات الاصليه بقى، يعني اللغات الاصليه ما قريناهاش، بس هو الكلام كله اساسا النبوه كلها عن يعقوب. لا كلام كله عن يعقوب اللي هم اسرائيل وعبدي، وهتلاقي في سفر اشعياء كله. اللي مش مصدقني يا جدعان يرجع يقرا سفر اشعياء كله. اي موقع او مقطع ذكر فيه اشعياء كلمه عبدي، هو بيتكلم يا اما عن يعقوب اللي هو بني اسرائيل، يا اما عن الصالحون من بني اسرائيل. يعني الجزء اللي المسيحيين خدوه وطبقوه على جيسوس، ما على فكره كلهم they're all guilty of the same sin، كلهم عندهم نفس الخطا، كله بياخد كلمه ويجري بيها. المسيحيين قال لك ايه؟ احزاننا حملها واوجاعنا تحملها ومش عارف ايه، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لاجل معاصينا ومسحوق لاجل اسامنا. مين بيتكلم عن مين؟ كان بيتكلم على الصالحين من بني اسرائيل. ان الملوك، ملوك مين اللي بيقول الكلام ده؟ ملوك الارض بيقولوا ده احنا كنا فاكرين بني اسرائيل دول مضطهدين واولاد دين كلب، لكن الصالحين منهم تحملوا الاوجاع عشان خاطرنا. خدها المسيحيين وقال لك لا لا بيتكلم على المسيح، والله كابتن جيس بص اتصلب واتضرب وبتاع بيتكلم عنه. جيت تاني قال لك لا والله بيتكلم عن محمد. انا ممكن اقول ان هو بيتكلم عني انا، يعني او بيتكلم عن اي حد، يعني بيتكلم عن نبينا يوسف لما بص اهو شايل بتاع الحصان وبيجري اهو الحاجات دي، او بيتكلم عنه والله هو يعني، والجريش بيجري وراه وحاجات كده. اي حاجه بقى خدها وفصلها زي ما انت عايز، لكن اصل الكلام هو بيتكلم عن الصالحين من بني اسرائيل، او بيتكلم عن بني اسرائيل كجمله، لانه زي ما قال لك من مصر دعوت ابني. لو كملت بقيه الايه خدها متى وايه وسرقها وجري بيها، من مصر دعوت ابني، بص المسيح راح مصر ورجع تاني، فيبقى ده ابن اي كلام. لكن لو قريت الآية في سياقها بيتكلم عن ان ازاي بني اسرائيل راحوا مصر وهو طلعهم من مصر، فبيتكلم عن شعب اسرائيل كله كمفرد اللي هو ابني شعب، لان حتى لما بعت موسى لفرعون قال له اخر اطلق ابني ليعبدني. ابنه مين؟ بني اسرائيل كلهم، الشعب كله. هو بيقول عليه اسرائيل ابني البكر، هم دول ولا يعني انا بعتبرهم ابني البكر، فاطلق ابني ليعبدني. لكن نعمل ايه في النصب؟ لازم ناخد ايه وننصب بيها. فالتاني برضو اللي هو ايه عايز يشوف له حاجه، قال لك والله في هنا خيام قدار وسالع اللي احنا ما نعرفش ايه، وفي الجزائر برضو احنا مش عارفين هي فين. بس كده هو بيتكلم عن ايه؟ عبدي ده اللي هو، طب نكمل بقيه المواضيع. يعني بيقول لك مثلا عبدي ده اعمى واصم، لا ما تخصناش دي بقى، دي محرفه. والله استمتعنا بين الاسقف، يعني قصص جميله جدا، وبعدين في الاخر ما فهمناش اي حاجه برضه. يعني فعلا القصه ما فيش اي، يعني ما فيش واحد شال على عاتقه ان هو حتى يقول لنا مين اسماعيل ده ولا اي حاجه، هو اي كلام واي قصص تافهه ومش عارف الخيمه والوتد وعتبه البيت وبتاع. هو برضه يعني القصه الاسلاميه لو بقول لك غير عتبه بيتك، هو كان عنده بيت وقعد عتبه الصحراء، كان عنده بيت منين؟
ده لحد بعد اسماعيل يعني، لحد من كام سنه فاتت ما كانش فيه بيوت. طب تحب ناخد ايه؟ تحب ناخد مداخلات؟ والله الشبح يشوف بقى ال... اي حد عنده اي معلومه يقولها لنا. انا فتحت حاجات كده يعني، يعني برضو للكوميديا فتحت حاجات كده شويه مواقع ابص فيها على قصه اسماعيل، فلقيت بقى عارف اللي هي ايه، قصص الانبياء للاطفال، قصص الانبياء مش عارف ايه، فتلاقي بقى قصه مكتوبه بصيغه قصصيه، ثم قال ابراهيم لابنه مش عارف ايه، ثم ذهب كلاهما وبنوا الكعبه، ثم مش عارف حصل. انت خد يا ابني انت عرفت منين الكلام ده؟ مين قال لك؟ انت كنت معاهم؟ سبحان الجلد. طيب مش هنقدر ناخد مداخلات معلش عشان خاطر في حلقه ورانا على طول لابين الاسقف الانبا عمر والسيده نيفين هانم، فمش يعني نتوقف هنا ونكمل في المقطع القادم، نكمل بقيه القصص. احنا وصلنا عند اسحاق، هندخل بقى على البهاريز بقى. احنا كل اللي فات ده كان مجرد كلام غتت ما فيهوش احداث قوي، اللي هو ده راح وده جه وبتاع، انما من اول بقى قصه يعقوب هنبدا بقى في الخرافيات البحته بقى، اللي هو بقى يعقوب ازاي بيعمل عمليات نصب وينصب على خاله ويعمل حاجات في الغنم وحاجات بقى بيولوجيه جامده جدا يعني، وبعدين بيتصارع مع ياوي وحاجات هنشوف يعني. يعني انتظرونا تجدوا ما يسركم. اشكركم، شكرا ليك يا بينا الاسقف، اثريت الحلقه بهذه المعلومات عن النبي اسماعيل على قد ما قدرتك يعني. المعلومات اللي هي مش موجوده. والله شكرا ليك انا بينا، وشكرا للناس اللي تابعونا. انا عارف يعني هم دلوقتي ايه بيقولوا في نفسهم كده، يا دي الشيله ويا دي الحطه، رحنا على جمل ورجعنا على قطه. خدنا استفدناش اي حاجه، مفيش معلومات. الراجل ده غامض جدا، وما لا اتقال عنه، لا مفيش اي حاجه كتبت عنه غير بقى في الكتب الصفراء. المسلمين بيستشهدوا بالكتاب المقدس في قصه اسماعيل، لانه فعلا ما عندهمش قصه جوه يعني، هم مش مخبيينها مثلا، ما فيش قصه يقولوها، فبيروحوا يلقطوا كده قصه من اي حته. وطبعا شفنا القصه في العهد القديم وفي الكتاب المقدس للجلده. فان هنا يعني شكرا لبينا على الاستضافه، وفعلا يعني قصة الأنبياء دي حاجة مرعبة جدا، حاجة كده تحسك قد إيه الخريف اللي الناس عمالة تدبح عشانه ده، تخريف مهم يعني. شكرا ليك يا أمير الأسقف، شكرا لكم جميعا، استمتعت أنا بهذا المقطع، وشوفنا إن إحنا ما عندناش إجابات، وده دي حاجة يعني لو أنت مسلم صدقني لو أنا مكانك هفكر، لأن ده موضوع مهم جدا، ده أهم رسول بالنسبة لك أنت من بني إبراهيم، لان زي ما اتقالك ان هو امه اللي عملوا مبادئ الحج، زي ما اتقالك ان هو ابوه اللي بنوا الكعبه اللي انت بتحج لها دلوقتي، زي ما اتقالك قصص عنه في ان هو الذبح العظيم والهاري ده، فده مهم جدا. ازاي يعني شوف الناس قد ايه ديسبريت، يو كان سي ذا ديسبيريتي، انه مش لاقي اي مكان يجيب منه القصه، حتى عند اليهود ما فيش. يعني هو وصل لمرحلة ان هو بيقرأ من العهد القديم اللي هو بيقول عليه محرف، عشان مفيش اي معلومة، بيحاول يستقي ايه ما قاله، لان مفيش. هل دي حاجة منطقية بالنسبة لك؟ نبي بهذه العظمة وهذا الحجم وجاي من نسله اعظم من وطأ الحصى، ويبقى مفيش اي معلومة عنه لدرجة دي، لدرجة ان انت مضطر تروح تفتح سفر اشعياء عشان تلاقي حاجة اسمها قيدار وتلزقها في القصة، لان انت ما عندكش قصة. shame on you بصراحة، يعني لو ده اله يبقى شيء ما عندك اله، ما في ازاي يعني شخصيه مهمه زي كده ما فيش اي معلومه عنها، ويسيب اتباعه يروحوا ينقوا في وسط الكتابات المسيحيه واليهوديه لعله يجد شيء ولا يجد شيء في النهايه. يعني حتى يا ريتهم لقوا قصه مثلا وعرفوا يفبركوها، ده ما لقيوش حاجه، لان التانيين ما تهمهمش الشخصيه، فتبان العورات كده. هنا بقى اللي هو انت مضطر ان انت تمشي معاه في الفولكلور بتاعه، لان انت ما عندكش حاجه، وهو الشخصيه اللي هو قرر ان هو يهملها انت اضطريت ان انت تهملها، لان انت ما عندكش اي مصدر تاني. انت الشخصيات اللي ما اهملتهاش الشخصيات اللي تخصه هو، انت جاي من عنده هو، لكن الشخصية اللي تهمك اللي هو اهملها لان هي ما تخصوش، انت ما عندكش اي مصدر تاني خالص، لا نبي ولا صحابة ولا اتباع ولا اي حد. كان على الاقل اولى بهذا النبي ان يحكي قصة جده، لو كانت الناس اغفلتها
يحكيها حد، لكن مفيش خالص، صمت تام. انا متهيألي دي ورطه كبيره جدا على المراقعين ان هم يلاقوا لها مخرج يعني، او يطلع يقول لك بقى بس مش مهم، والله القصه مش مهمه. والله لو القصه مش مهمه بقيت القصه انت بتحكيها لي مش مهمه، لان ده ابو الفيلم ده كله. فلو قصته مش مهمه يبقى الفيلم كله ملوش اي لازمه. القران مش كتاب قصص ولا كتاب اي حاجه تاني سعادتك، هو لا كتاب قصص ولا كتاب اي حاجه، مع انه هو نفسه بيدعي نحن نقص عليك احسن القصص. احسن القصص، هل احسن القصص قصة يعقوب وقصة موسى، لكن قصة اسماعيل مش من احسن القصص؟ ما طلعتش من احسن القصص. دي مش مهمة، دي نرميها، دي مش من احسن القصص. فدي حاجة تقولك ان القرآن نفسه مش معتبر ان قصة اسماعيل مش من احسن القصص، لانه ما قالكش من اي حاجة خالص. ده بيحكي لك قصة جزء شوية عيال حتى مش عارف عددهم كام، نايمين في كهف ومعاهم كلب ومش عارف ايه، قصة محدش عارف مين دول اصلا ومش مهمين عند اي حد، دي اهتم ان هو يقولها. لكن قصة اسماعيل ابو الانبياء النبي المهم دي ما اهتمش ان هو يقولها. دي حاجة تقولك قد ايه هو كان مهتم بقصة هذا النبي العظيم اسماعيل. اقول قولي هذا واستغفر الجلدة لي ولكم جميعا. امضوا بسلام، سلام الجلدة يكون معكم، نلتقي قريبا.